كما ترون أن عقلية الإنسان ما بعد الحداثة عقلية رجعية حقيقية. ومن هنا في كتاباتي أزعم أن أيديولوجية أو فكر ما بعد الحداثة هو أيديولوجية النظام العالمي الجديد. النظام العالمي الجديد يود أن يتراخى الناس، أن ينعزل البشر، أن نتحول إلى مشترين، إلى منتجين ومستهلكين، أن نعلم فشل العقل، فشل اليقين، فشل اللغة، فشل البنية، فشل الوعي. فكل إنسان يدخل في محرضه لينتج ويستهلك، وتقوم بقى الشركات الاحتكارية الكبرى بالمركزية وبالسيطرة.